صباحكم سعيد، نشرة السابعة صباحا، أهلا بكم. والمستهل بالنشاط البرلماني، حيث يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها. ليليها رد وزير العدل حافظ والختام بالقاسم زغماتي على تدخلات أعضاء مجلس الأمة. هذا وكان وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن قد أكد أمام أعضاء مجلس الأمة أن الدولة ستستمر في تكفلها بتداعيات الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا والإبقاء على مخصصات الدعم العمومي قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للشرائح الهشة رغم صعوبة الظرف المالي، مضيفا أن عجز الميزانية المتوقع في نص قانون المالية يرجع إلى مستوى النفقات التي يصعب تخفيضها حاليا والتي تتعلق أساسا بالإسهامات الاجتماعية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بنفقات جهاز الإدماج المهني وبالنفقات الضريبية الناتجة عن الإعفاء من الضريبة عن الدخل الإجمالي المطبق على الرواتب ومواصلة جهود الدولة في مكافحة الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا. ترأس أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا مع الولاة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد بحضور كل من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتربية الوطنية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والفلاحة والتنمية الريفية والمواد المائية أو الموارد المائية. وقد خصص هذا الاجتماع بالدرجة الأولى لتقييم الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد-19 إلى جانب دراسة الوضع الصحي على مستوى المؤسسات المدرسية من خلال عرض جهاز المتابعة الخاص الذي وضعه قطاع التربية الوطنية على المستويين المركزي والمحلي. الاجتماع بحث أيضا الترتيبات الخاصة والعملياتية التي يتعين على الولاة تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية من أجل تأمين تزويد السكان بمياه الشرب لتعويض نقص الأمطار جراء موجة الجفاف التي تشهدها بلادنا. وعليه أصدر الوزير الأول تعليماته إلى الولاة بهدف تكثيف درجة اليقظة في مواجهة التصاعد الأخير لوباء كوفيد-19 مع تركيز الجهود على تحسين التكفل بالمرضى والسهر على تعبئة فرق الرقابة المتكونة بشكل خاص من مفتشين من سلك التربية الوطنية ومستخدمي الصحة المدرسية للقيام بمراقبة تطبيق البروتوكول الصحي في كل مؤسسة تعليمية وإشراك جمعيات أولياء التلاميذ في جهاز متابعة الوضع الصحي في المدارس والإكماليات والثانويات وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين تزويد المواطنين بمياه الشرب في المدن ومناطق الظل والتعجيل بدراسة الطلبات المقدمة لحفر الآبار ولا سيما بالنسبة للفلاحة. وفي الأخير حرص الوزير الأول على التأكيد على أهمية استمرار إجراءات التواصل والتوعية التي تستهدف المواطنين لا سيما فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية وإجراءات الوقاية والحماية. وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد ترأس أول أمس اجتماعا وزاريا مشتركا اتخذت خلاله إجراءات وتدابير لاحتواء آثار شح المياه. هذا ولدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة ليوم أمس. كذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أن هذه الإجراءات تهدف لتأمين وفرة المياه والإنتاج الفلاحي. التدابير التي لح عليها السيد وزير الأول، أولا لازم كل القطاعات خاصة في مسألة المياه ومسألة السقي وبصفة خاصة للعام هذا لازم كل القطاعات تعمل بتنسيق وبتنسيق تام. النقطة الثانية كان صدرنا تعليمة أو منشور وزاري مشترك ما بين وزارة الفلاحة ووزارة المياه لتسهيل كل طلبات الفلاحين فيما يخص حفر الآبار، وعطينا حتى أجال
سواء كان أجال لدراسة الملفات أو للتراخيص اللي تخص حفر الأبار، وخاصة في العام هذا. أعطى تعليمات سيد الوزير الأول فيما يخص كل هذه المسائل اللي تعني الماء، وفي هذا الإطار فيه فوج عمل لمختلف القطاعات. يبدأ الإشغال نتاعو غدا ليدير حوصلة، سواء كانت على مستوى المالية أو على المستوى التقني أو على المستوى الإداري. لازم نحو القيود خاصة الإدارية. هذا الفوج العمل يباشر في أعماله ابتداء من غد، وعنده أجال ما يفوتش 15 يوم، ونقدم تقرير لسيد الوزير الأول. انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم المجاهد ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق السعيد بوحجة عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث أمس وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم برقية تهنئة إلى أنتوني بلينكن بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن. وعبر بوقدوم عن سعادته بتعيين أنتوني في هذا المنصب، مؤكدا استعداده للعمل والتعاون سوية وتبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل، لا سيما تلك المتعلقة بالسلام والأمن في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. بوقدوم جدد في الأخير التزامه الشخصي ببناء علاقات أفضل بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. تحتفي الجزائر وعلى غرار دول العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يصادف 25 نوفمبر من كل سنة، حيث دعت منظمة الأمم المتحدة كل دول العالم والمنظمات لإحيائه للرفع من وعي المجتمع بمخاطر ممارسات العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله. في إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الوطنية والعمومية والخاصة، وبإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، تم أمس بالرويبة تسليم 389 مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي من علامة مرسيدس بنز، وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة. تفاصيل الموضوع مع حرية جرجر. تشهد الصناعة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني خاصة الميكانيكية منها ديناميكية متميزة تهدف إلى تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الاقتصادية الوطنية العمومية والخاصة. وتجسيدا لهذا المسعى، سلمت الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات من الوزن الثقيل من علامة مرسيدس بنز 389 مركبة من الوزن الثقيل وحافلة النقل العمومي مخصصة للنقل الأفرادي والإسعاف ونقل البضائع. ضمن سلسلة تسليمات التي تقوم بها شركتنا بصفة دورية ووفق متطلبات واحتياجات الجيش الوطني الشعبي والسوق المحلية، بغية الولوج إلى الأسواق الإقليمية والدولية في المستقبل، كما تصبو إليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. فبالرغم من الظروف الصحية التي يعرفها العالم اليوم والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، إلا أن عمال الشركة ومسيريها حققوا التحدي والرهان من خلال تلبية طلبيات مختلف شركائنا الاقتصاديين. تمكننا اليوم من تسليم 389 شاحنة وحافلة لفائدة أكثر من 16 زبون عمومي وخاص. وما يميز أيضا موعد اليوم كذلك هو تسليمنا لحافلات من نوع كوريكتو لصالح مختلف المؤسسات العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري، وذلك في إطار تدعيم شركتنا لإرادة هذه المؤسسات في تحسين وتقديم خدمات عالية الجودة لزبائنها عبر التراب الوطني. النشاط الصناعي الميكانيكي الذي تشرف عليه مديرية الصناعة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني كسب ثقة الزبائن من خلال منتوجات ذات جودة عالمية.
شركة هاليبرتون مؤسسة خدمة الآبار، شركة مختلطة جزائرية أمريكية، نشتغل في حقول البترول. فخورين لأننا نستعمل منتوج هدايا، وماذا بينا نجوزوا هذه المرحلة نعملوا حاجة أكثر من هذا الشيء، نرفض هذا التحدي باش تكون أول مركبة مخبارية إن شاء الله نقوم بها هنا في الجزائر مع أخواننا. وبهذا الإنجاز تحقق الصناعة الميكانيكية العسكرية قفزة إضافية في مسار نشاطها الصناعي. صحيا، وعن جديد الوضعية الوبائية بالبلاد، قدم أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرار حصيلة الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة. مع تسجيل 1133 حالة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة ب 2.6 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 12 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية، 14 ولاية سجلت ما بين حالة ل 9 حالات، و 22 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية عددها 15 وفاة جديدة رحمهم الله. أما فيما يخص الحالات التي خضعت الاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 575 مريض. فيما يخص الحالة التي تمثلت الشفاء طبقا للمعايير المعتمدة، إلى حد اليوم العدد وصل إلى 50,070 حالة، منها 649 تمثل الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حالة على مستوى المستشفيات عبر الوطن 37 مريض في العناية المركزة. أكد أمس سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيلييف أن الجزائر تعتبر عنصرا مهما في المنطقة الإفريقية والمتوسطية، ومن الطبيعي أن تلعب دورا ثقيلا في حل الأزمة الليبية. بيلييف وفي تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أكد أن أمن الجزائر مرتبط ارتباطا كليا ووثيقا بأمن ليبيا، نظرا للحدود المشتركة الممتدة بين البلدين على أكثر من 1000 كيلومتر. ولذلك من الطبيعي أن تلعب الجزائر دورا ثقيلا في دفع الأطراف الليبية إلى المفاوضات والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وبخصوص مستجدات الوضع في الصحراء الغربية، أكد السفير الروسي لدى الجزائر على تطابق الموقف الروسي الجزائري فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية، خاصة فيما يتعلق بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، داعيا في السياق ذاته طرفي النزاع البوليزاريو والمغرب لاستئناف المفاوضات السلمية بينهما في أقرب فرصة. كما طالب بيلييف الأمم المتحدة بالإسراع في تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية خلفا لهورست كوهلر المستقيل في ماي 2019 لاستئناف العملية السياسية. في الولايات المتحدة الأمريكية، كشف رئيس المنتخب جو بايدن مساء أمس عن أسماء أهم وزرائه بعد تسلمه للسلطة في منتصف جانفي المقبل، مؤكدا أن الانتخابات انتهت وأن الولايات المتحدة عادت وهي مستعدة لقيادة العالم، وهذا بعد يوم من شروعه في مباشرة المهام الانتقالية على إثر إشعاره من قبل إدارة الخدمات العامة بذلك. يأتي ذلك فيما صادقت ولايات بنسلفانيا ونيفادا وميتشيغان وجورجيا على النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة، والتي رجحت الكفة بايدن على ترامب مرة أخرى، هذا الأخير الذي لا يزال مصرا على نكرانه للخسارة ومزاعمه بتزوير الانتخابات. ضمن تداعيات النزاع الداخلي الإثيوبي، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورابطات حقوقية دولية أخرى أمس حذرت من استهداف المدنيين قبيل الهجوم الذي تحضر له القوات الإثيوبية على عاصمة إقليم تيغراي خلال الساعات المقبلة، داعية لحمايتهم وإغاثتهم بسبب الظروف المأساوية التي يعيشونها جراء الحرب. وفي سياق ذاته، تستعد القوات الإثيوبية لشن هجوم واسع
على عاصمة الإقليم ميكيلي مع قرب انتهاء المهلة التي قدمها الرئيس أبي أحمد لقادة الإقليم لتسليم قواتهم، وهي المهلة التي قوبلت بالرفض والتحدي من جانب جبهة تحرير تيغراي أهم تنظيمات الإقليم الانفصالية. وفي تطورات ملف إقليم ناغورني كاراباخ، دخلت قوات أذربيجان ليلة أمس إقليم كالباجار المناخم لكاراباخ، وهذا ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيشين الأذري والأرميني. الاتفاق سيسمح بفرض السيطرة من جانب باكو على إقليم ثالث وهو لاتشين في الفاتح من شهر ديسمبر الداخل، وهذا بعدما تم تسلم إقليم أقدام المجاور قبل أقل من أسبوع. وفي موضوع انتشار وباء كورونا عبر العالم، شرعت دول أوروبية وعلى رأسها فرنسا في تخفيف إجراءات الحجر رغم تنامي وتيرة الوباء التي تجاوزت الوفيات بسببه 50,000 في فرنسا لوحدها، وذلك بموازاة قرب موعد الاحتفالات برأس السنة الميلادية. وفي الولايات المتحدة ومع شروع السلطات في غلق بعض أنواع المتاجر الخدماتية لمدة 3 أسابيع في لوس أنجلوس، أعلنت السلطات عن اكتمال تحضير اللوجستيك الخاص بتوزيع أزيد من 6 ملايين لقاح على المواطنين في انتظار الإذن من وكالة الدواء الأمريكية. بهذا الخبر أهي معكم هذا الموعد الإخباري، تحياتي تحيات الفريق العام معي، ألقاكم في 9 في أمان الله.